ملف كمان بيعكس دور مصر من خلال وزارة الأوقاف على الصعيد الإسلامي، والنهاردة بنشوف كمان ختام لدورة علماء الهند وتكريم الأئمة والوعظات المشاركين كمان في بعثة الحج، وتم تكريم كمان الأئمة والوعظين المشاركين على كل المختلفات، سواء كمان في دورة الأوقاف اللي بيشارك فيها علماء الهند طبعا بيتم تدريبهم وتحديث كمان العلوم الخاصة بالفقه والشريعة وغيره. كان مشارك كتير من علماء الهند، وجهوا الشكر كمان للقيادة السياسية ولوزارة الأوقاف المصرية. هنشوف تقرير موسع عن الموضوع ده دلوقتي. الأوقاف وبحضور الوزير الدكتور محمد مختار جمعة، تم تكريم العلماء من دولة الهند الذين حضروا دورة تدريبية في القاهرة إلى جانب أئمة وواعظين مصريين آخرين، انطلاقا من دور وزارة الأوقاف المصرية لنشر الفكر الوسطي والحث على رسالة الإسلام السامحة. في ظل دعم سيادة الرئيس للخطاب الديني الوسطي المستنير، انطلقنا بقوة في مجالات التدريب، سواء للأئمة والواعظات من داخل جمهورية مصر العربية أم للأئمة والواعظات واليوم لأساتذة الجامعات من مختلف دول العالم. هذا وفد شديد التميز، هو من أساتذة الجامعات، من كبار العلماء والمفكرين والأئمة بدولة الهند، بينهم 7 عمداء كليات، وسمعتم أحدهم وهو يقول أننا سننقل هذه التجارب الوسطية وهذه المناهج وكتب الأوقاف وإصدارات الأوقاف وننشرها بكثافة في بلادنا ونعتمدها في مناهجنا. الحقيقة ده شيء نسعد به، وده جزء من رسالتنا. فعندما ينتشر الفكر الوسطي ونحارب الغلو والتطرف والتشدد في أي مكان في العالم، بينعكس، لأن الإرهاب والفكر المتشدد أصبح عابل للقضاءات، عابل للحدود. فهذا ضدنا، وزي ما أنتوا تابعتوا كمان، إحنا مش هنكتفي بده، هنعمل اليوم دورات عن بعد لنواصل التواصل معه. وقد استفدنا من هذه الدورة كثيرة، وولينا بهذه الدورة جسرا علميا بين الهند وبين جمهورية مصر العربية. ونشكر بالشكر الجزيل إلى فخامة الرئيس على هذه المجهودات الجبارة وعلى هذه النهضة وعلى بناء هذه الجمهورية الجديدة التي رأيناها بأم أعيننا متجسدة بأعماله المتطورة، فجزاه الله خير الجزاء. إلى جانب هؤلاء العلماء المكرمين من دولة الهند، كرم الدكتور محمد مختار جمعة السيدات والسادة المرافقين والمرافقات لبعثات الحج المصرية عن العام الحالي، وذلك لما قدموه من جهد كبير من أجل معاونة الحجاج المصريين في تأدية فريضتهم بسهولة ويسر وبالطريقة السليمة والصحيحة. الحقيقة مجموعة من الأئمة والواعظات الحقيقة أدوا أداء، وكان على أدائهم شكر كبير من الناس ومن بعض النواب اللي كانوا حاضرين ووصلتني هذه الرسالات، فكان بالطبيعي ان احنا بنشكرهم. متعة تانية خالص انك انت تشتغل في توعية هؤلاء الناس عشان يحافظوا على حجتهم وعشان يعملوا الحجة بمناسك مظبوطة. هذا التكريم وسام على صدري شخصيا، لان معالي وزير الأوقاف الحقيقة فتح لنا يعني مجالات وأفاق كثيرة جدا. كل الشكر، كل التقدير لمعالي وزير الأوقاف انه طلع الواعظات بالطريقة ديت وأظهرنا بالمكانة دي، حتى كان بيأكد علينا قبل السفر إن إحنا نتعامل بالمنهج الوسطي، والحمد لله رب العالمين. دور لا تغفل عنه وزارة الأوقاف وتؤكده دائما، وهو نشر سماحة الإسلام من خلال دورات تدريبية للمتدربين من مختلف دول العالم غير المتحدثين باللغة العربية، وأيضا لحثهم على حفظ الأمن في بلادهم ليعم السلام على العالم أجمع. عبد الرحمن داود، 90 دقيقة، قناة المحور.